سمعنا على واحد السيد ومشينا ولقيناه واحد السيد اللي ديما جالس واحد البلاصه معلمه بالطباشير ديما جالس تما وكيطل على مدينه الشاون مول الشاون الصوره ديالي هذا السيد هذا ديما مسكين فوالا ديما جالس تما ما عرفناش اش كيتسنى كل نهار كيبقى جالس سكواتي في الفيسبوك ديالي نتوما فاش كنتي كتفكر فاش كنتي كتفكر هادي شي 8 سنين هادي واقيله كانوا عزيز عليا السطوحه وداك الشيء عزيز عليا لا عزيز عليا بلاتي تلقى لي عزيز عليا السطوحه عزيز عليا الشاون بزاف وكنبغي نسلم على عزيز عليا قلت لهم بالجو قال لكم عزيز عليا السطوحه انا جاني بحال واقيله كانت لدي ديك الزرابي من السطوحه حضيو حوايجك طرابولات ولا شي حاجه لا كنسلم على بعض لي زوندغوا اللي زوينين بزاف في الشاون كاين دار دارا كاين دار الشاون كاين اوتيل الشمس اللي فيه هشام ورشيد كنسلم عليهم اللي كيرحبوا بالواحد واخا ما عندوش كيعاونوه وكيطيبوا ليه الى اخره تحيه للناس ديال الشاون تبارك الله عليكم.